أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من A24 نيوز. أعلن حزب الله رسميا قبل قليل نجاح عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله جراء غارات إسرائيلية استهدفت يوم أمس الضاحية الجنوبية من بيروت. ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان مماثل تحدث عنه الجيش الإسرائيلي وأوضح من خلاله أن عملية الاغتيال تمت بالفعل. نتحول مباشرة إلى الميدان، ينضم إلي الزميل سعيد محاجني مراسل A24 نيوز للحديث حول تفاصيل ما جاء في هذا البيان الرسمي من قبل حزب الله. سعيد مرحبا بك. إذن هذا البيان يأتي ليضع النقاط على الحروف إن صح التعبير. بالضبط محمد، إذن الجميع كان ينتظر هذا البيان بعد التخبط الكبير الذي كان في وسائل الإعلام العالمية كافة حقيقة وليس فقط الإسرائيلية. طبعا بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي الآن جاء تأكيد حزب الله عبر نعي كبير حقيقة، بيان نعى فيه الأمين العام لحزب الله يقول فيه أن سماحة السيد سيد المقاومة وأيضا العبد الصالح يعني يتحدث أن السيد حسن نصر الله قاد مسيرتهم نحو 30 عاما، قاد فيها نصر إلى نصر مستخلفا سيد الشهداء بحسب حزب الله منذ عام 1992 حتى تحرير لبنان عام 2000 وإلى النصر الإلهي بحسب ما وصفوه عام 2006 وسائر معارك الشرف والفداء وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة بحسب هذا البيان. طبعا بيان طويل مؤكدا أن قيادة حزب الله تعاهد نصر الله الأسمى والأقدس والأعلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها وفي مهاجمة ومواجهة أيضا إسرائيل وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه، مؤكدا حزب الله أن ارتقاء السيد حسن نصر الله واغتياله لن يعني يبطئ كل مسيرة حزب الله وإنما سيزيدهم من العزيمة. طبعا هذا البيان الذي انتظره الجميع حقيقة يعني قبل دقائق من الآن أكد حزب الله. طبعا في ظل استمرار القصف، ليس فقط لا نتحدث فقط عن القصف العنيف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية مساء الأمس وإنما استمر هذا القصف العنيف حتى قبل ساعة من الآن، ما زال الجيش الإسرائيلي يركز ضرباته العنيفة على الضاحية الجنوبية حيث يعني نلاحظ منذ ليلة الأمس حتى اللحظة بأن كل التركيز الآن على الضاحية الجنوبية. صحيح أن كانت هناك بعض الغارات، نستطيع القول عشرات الغارات في بعض المناطق في لبنان، ولكن التركيز الأكبر الآن على الضاحية الجنوبية. يعني الجيش الإسرائيلي بالأمس حذر فقط 3 مناطق أو 3 عمارات سكنية، ولكن نتحدث الآن بحسب مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستهدافات موسعة ليس فقط البنايات التي تم تحذيرها وإنما بدأ باستهداف مناطق واسعة جدا من الضاحية الجنوبية شملت العديد من الحارات منها حارة تحريك وأيضا المناطق القريبة من مطار بيروت الدولي أو مطار رفيق الحريري. نتحدث عن توسيع للغارات العنيفة لتطاول مناطق واسعة من الضاحية الجنوبية خلال الساعات الأخيرة. نعم إذن سعيد، يعني هذا أبرز ما جاء في قراءات هذا البيان الصادر عن حزب الله كما ذكرنا، وأعلن من خلاله نجاح عملية الاغتيال الإسرائيلية التي طاولت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد ساعات يمكن القول من الصمت الصادر من قبل حزب الله على كل الأنباء الإسرائيلية المتعاقبة والتجديد الإسرائيلي من قبل المستوى السياسي وكذلك العسكري الإسرائيلي على نجاح هذه العملية جراء غارات مستمرة وكثيفة مكثفة جدا، يتحدثون عن أوزان كبيرة من الصواريخ المضادة بطبيعة الحال للتحصينات التي طاولت الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. قوبل كل هذا الإعلان الإسرائيلي حتى قبل دقائق من الآن بالصمت من قبل حزب الله ومستواها الرسمي، إلا أنه في نهاية المطاف يصدر هذا البيان عن حزب الله. بالمقابل كان هنالك بيانات نعي من قبل عدد مما
يعرف بفروع محور المقاومة. نتحدث عن حركة حماس التي نعت بشكل مباشر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأدانت في بيان آخر شدة ما وصفته بالعدوان الهمجي على مباني سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبرته عملا إرهابيا جبانا، هكذا جاء في بيان حماس. بعد ذلك كان هنالك حديث كذلك بيان من قبل كذلك إيران التي نعت الأمين العام لحزب الله. ويعني كما أفهم بعد دقائق أو لحظات سيكون هنالك بيان وكلمة للمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، نتحول إليه مباشرة، نستمع إلى هذه الكلمة. من مختلف السنوات نصر الله كان من أكبر أعداء إسرائيل على مدار حياته، وشكل تهديد على مواطني إسرائيل على مدار عشرات السنين، واغتياله يجعل العالم مكانا أكثر آمنا. الحرب لم تنتهي لحزب الله، حزب الله يمتلك قدرات أيضا في هذه اللحظات، يغير طائرون على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، في البقاع، في صور، في الضاحية الجنوبية، في بيروت. هذه قدرات استراتيجية بناها التنظيم على مدار سنوات بتمويل وإدارة إيرانية. كل من يحاول مساعدة حزب الله وأعماله الإرهابية يشكل خطر على حياته. أجرينا في الساعات الأخيرة تقييما للوضع، والآن نحن نعلن عن تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وزير الأمن أقر أنه منذ اليوم ومنذ الساعات القادمة يحظر تجمهر الناس لأكثر من 1000 إنسان في مناطق مختلفة وسط البلاد. نحن نتخذ كل وسائل الوقاية من أجل حماية أمنكم. استمروا بالحفاظ على تعليمات الجيش، سنبلغكم بأي تغيير في منصات الجيش المختلفة. أيام مليئة بالتحدي تنتظرنا، أمامنا مهام لإكمالها، إعادة المخطوفين المحتجزين بقساوة من قبل حماس في غزة، وإعادة المواطنين في الشمال والجنوب إلى بيوتهم بأمن وأمان. لدينا الكثير من العمل ونحن مصممون على إنهائه. هل الجيش يستعد لإمكانية توجيه ضربات مباشرة من إيران؟ نحن على مدار الحرب وجهنا قصف من إيران، من سوريا، من اليمن ومن العراق. نحن بجهوزية قصوى في الهجوم وفي الدفاع وعلى مدار الساعة. على أي مستوى تنظيم حزب الله لا زال يعمل؟ منظمة حزب الله تلقت هزة كبيرة. نحن اغتلنا حسن نصر الله الذي كان قائد التنظيم وشخصية مركزية جدا فيه. يجب أن نقول أن معه في الأسابيع الأخيرة اغتلنا كل القيادة لحزب الله، ونحن نستمر في هذه الساعات بضرب واغتيال والقضاء وقتل قادة حزب الله، وهكذا سنفعل في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة سنستمر بضرب قادة التنظيم. هل توصون بأن نرسل أبنائنا إلى المدارس؟ كما قلت أجرينا تقييم للوضع، ووزير الأمن أقر، أريد أن أشدد على هذا. لا يمكن التجمهر لأكثر من 1000 شخص في وسط البلاد، وسنشرح ذلك أكثر. هذا يعني أنه لن تكون هناك مباريات كرة قدم وتجمهرات كبيرة. من أجل أمن المواطنين نتخذ إجراءات الوقاية المطلوبة. في هذه المرحلة لا توجد تغيير في التعليمات. هناك ذهاب إلى المدارس غدا، وأعود وأكرر، نحن نقيم الوضع بشكل مستمر. نحن سنبلغكم مع كل تغيير في الساعات القادمة وغدا صباحا، وسنبلغكم بكل تغيير. هل يمكن إعادة سكان الشمال الآن بينما حزب الله بعدما طلق حزب الله ضربها هذه الضربات؟ أمانا نسعد لهجوم بري. كما قلت لدينا مهمة إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمن وأمان، ومن أجل هذا يجب أن سنقوم بكل ما يجب القيام به. هل سنحتفل في عيد رأس السنة في مختلف أنحاء البلاد؟
لدينا أيام مليئة بالتحديات تنتظرنا، لدينا تحديات كثيرة يجب إتمامها ونحن مصممون على إتمامها. وظيفتنا في فترة الأعياد وفي كل الأيام أن نهتم بحماية مواطني إسرائيل، وسنفعل كل ما بوسعنا للقيام بهذه المهمة. كيف نواجه القصف المستمر في الشمال؟ هل يمكن تحديد هذا القصف؟ من المهم أن نعكس لكم الوضع الحقيقي. هذا لن ينتهي بسرعة. كما قلت، تنتظرنا أيام مليئة بالتحديات وستستغرق الأمر وقت. نحن نفعل وسنفعل كل ما هو مطلوب من أجل إعادة مواطني الشمال إلى بيوتهم. المسؤولية والترقب واليقظة والحفاظ على التعليمات لسكان الشمال الذين يبدون روح قيادية على مدار فترة طويلة. أطلب منكم أن استمروا بما تفعلوه الآن. بهذه الطريقة تسمحون لنا بالاستمرار في القتال. علينا أن نمنع إصابات وضحايا لدينا، والأمر سيستغرق مزيد من الوقت. نحن بحاجة إلى هذا الوقت لإتمام عملنا. كيف تفسر أننا لا نرى إطلاق واسع من حزب الله نحو وسط البلاد؟ لا أستطيع أن أقول أننا لن نرى قصف هذا نحو البلاد. علينا أن نكون جاهزون. نحن نختبر ونقدر الوضع باستمرار. نحن بجهوزية قصوى في الهجوم وفي الدفاع. هذا الدفاع غير متكامل، ووظيفة الجمهور كما حصل في الأيام الأخيرة. واجهنا قصفنا اليمن، نحن نعترضه خارج أجوائنا، ولكن هناك صفرات إنذار تدوي. الدفاع ليس متكامل، يجب الإصغاء إلى تعليمات الجيش. نحن نختبر ونقدر الوضع باستمرار. إلى جانب هذا، نحن مصممون في الهجوم وبالدفاع أن نمنع الإطلاق نحونا. أنا أريد أن أقول عدة كلمات باللغة الإنجليزية. حسن نصرالله، the leader of the terrorist army Hezbollah, was killed by Israel defense forces in a precise strike in Beirut. إذن كانت هذه كلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في أعقاب الإعلان عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفي أعقاب دقائق من إعلان الحزب بشكل رسمي كذلك على تأكيد هذه المعلومات الإسرائيلية. تحدث في عدة جوانب قد تكون أبرزها التغييرات الحادة في تعليمات الجبهة الداخلية وصولا إلى منطقة مركز البلاد. الحرب لم تنتهي، يقول دانيال هاجاري. نتحول لأبرز ما جاء في هذا الخطاب، ينضم إلي أو في هذه الكلمة ينضم إلي الزميل أدهم حبيب الله. أدهم، مرحبا بك. أهلا محمد فيك وبكافة المشاهدين. طبعا إذن أدهم، تحدث دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب الإعلان من قبل حزب الله والتأكيد على نجاح عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. تحدث في عدة جوانب كما ذكرنا، ومنها تغييرات في كل ما يتعلق بالجبهة الداخلية، وقبل ذلك شدد الحرب لم تنتهي. نعم، أولا اليوم الجيش الإسرائيلي قبل إعلان حزب الله عن أو تأكيد حزب الله عن اغتيال القيادي الأمين العام للحزب حسن نصر الله، خرج الجيش الإسرائيلي ببيان أكد فيه عملية الاغتيال والتصفية. اللافت في هذا البيان هو إطلاق أسهم على هذه العملية تحت ترتيب جديد أو نظام جديد لربما يقصدون في إسرائيل بعد هذه العملية، نظام جديد في المنطقة. ولذلك يعني على ما يبدو أن أهمية الاغتيال تكمن أولا بمحاولة تدمير القدرات العسكرية الأمنية، أيضا المبنى الهرمي لحزب الله من خلال تصفية كافة القيادات لا سيما على رأسها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وأيضا يعني تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عندما قال بأن هذه العملية لا تعني بالضرورة بأن هناك إمكانية لإعادة سكان الشمال في مثل هذه المرحلة، على العكس
أكد مواصلة القتال، وأيضا هناك العديد من الأهداف العسكرية التي وضعتها إسرائيل لمواصلة توجيه ضربات قوية لحزب الله. هذا على الأقل ما استمعنا إليه في تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري. محمد، هذه العملية كما قلنا التي أطلقت عليها إسرائيل ترتيب جديد، هذه العملية التي لربما ضربت دعنا نقول الأساس والعمود الفقري للحزب، الرأس وأيضا التنظيم، لا سيما وأن حسن نصر الله منذ تأسيس الحزب ومنذ توليه القيادة كانت هناك العديد من النقاشات الإسرائيلية التي منذ اغتيال عباس موسوي السابق في قيادة الحزب عن يعني انتقال الحزب من مرحلة التطوير العسكري خلال فترة ولاية حسن نصر الله. هناك من اعتقل بأن تصفية عباس موسوي لم تصب في صالح إسرائيل، لأن حسن نصر الله استلم الحزب وأخذ زمام الأمور وأيضا حول الحزب من تنظيم صغير إلى حزب بقدرات عسكرية هائلة. بالإضافة إلى ذلك كان ينظر إليه إسرائيليا على أن حسن نصر الله هو من الشخصيات التي استطاعت تغيير موازين الردع وأيضا القوى بين إسرائيل ولبنان من خلال أولا عدة عمليات، أولها كانت في عناقيد الغضب عام 96، من ثم يعني الانتقال لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، كان ذلك عام 2000 تحت مسمى تحرير جنوب لبنان، خروج إسرائيل في تلك الفترة. كان هناك العديد من الكتب الإسرائيلية التي تحدثت عن الحرب الضائعة، بمعنى منذ تأسيس حزب الله واستلام حسن نصر الله زمام الأمور وحتى عام 2000 كانت هناك العديد من المحطات الهامة في تاريخ الصراع. حسن نصر الله الذي استلم قيادة الحزب في جنازة عباس موسوي بعد مبايعة كانت في داخل الحزب، أطلق أول صاروخ خلال تواجده في هذه الجنازة أمر، وهو أول صاروخ كاتيوشا سقط على إسرائيل من الحزب في تلك الفترة، من ثم بدأت موجة الصراع، تصفية الجنود، محاولات أيضا عديدة كانت من خلال القتل وأيضا قنص الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، ما أجبر إسرائيل على الخروج في عام 2000. الأمر اللافت والأهم كان في عام 2006 حرب لبنان، من ثم القضية تحولت إلى الأمين العام كان له دور حتى في الحرب النفسية، كان من أكثر الشخصيات المتابعة في إسرائيل على المستوى الإعلامي، على المستوى المتابعة في خطاباته وأيضا الحرب النفسية التي كان يخوضها ضد إسرائيل. لذلك عملية الاغتيال كان لها بعد في إسرائيل نظر إليها بأنها غيرت موازين الردع في المنطقة، غيرت أيضا من موازين القوة في المنطقة. هناك حديث ربما نأخذ ذلك من تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قال القضاء على حسن نصر الله ليس بالضرورة القضاء على حزب الله. لذلك شاهدنا خلال الساعة الأخيرة وقبل الإعلان وخلال هذا اليوم كانت العديد من الرشقات الصاروخية التي أطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية. هذا يعني بأن هذه التطورات الميدانية بطبيعة الحال سنتابعها معك كذلك أدهم في أعقاب هذه الكلمة للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي وبعد إعلان حزب الله وتأكيد الحزب على الأنباء الإسرائيلية عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. أريد أن أشكرك في هذه المرحلة، ومما ذكر في كلمة المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي التغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حول هذا السياق، تحول إلى زميل وسام كبهة لتلخيص ما يتوقع ويرجح أن يكون بمثابة التغيير في هذه التعليمات المشددة أصلا. وسام مرحبا بك. نعم محمد، بالفعل يعني ناطق لسان الجيش الإسرائيلي يعلن قبل قليل بفرض تقييدات صارمة على مركز البلاد وسط البلاد، بعدما كانت جميع التقييدات تتحدث عن الشمال، بداية كانت من منطقة حيفا وشمالها وحتى الآن بعض المدن المحاذية لها. اليوم يعلن أنه ممنوع تجمهر ما يقارب 1000 شخص في مكان معين في مركز البلاد. هذا يتحدث عن حفلات موسيقية أو ملاعب كرة قدم ومباريات كرة قدم، كلها سيتم
إغلاقها، وهنا تأتي كله في ظل التخوف الإسرائيلي من أن يكون هناك تصعيد أكثر بعد اغتيال الأمين عام لحزب الله حسن نصر الله. هذه التقييدات أيضا نلمسها أيضا على الشارع محمد، بالفعل يعني منذ ساعات الأمس المتأخرة وبعد الإعلان عن اغتيال رئيس عفوا الأمين العام ولم تكن هناك أي تأكيدات رسمية، لكن لمسنا ذلك على الشارع خاصة في منطقة الشمال ومنطقة المركز، الشوارع كانت شبه فارغة وشبه خالية. ونحن نتحدث عن ليلة الجمعة، وبشكل عام في إسرائيل تكون ليلة التي يكون فيها يعني يوم عطلة ويسهر فيها الجميع، كان بالفعل هناك المحلات التجارية كلها مغلقة والمطاعم. هذه التقييدات تأتي تخوفا من أن يكون هناك رد طبعا كما ذكرت في السابق من حزب الله، ولكن نقطة أساسية نتحدث معك عنها محمد وهي نقطة مهمة جدا، الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا في صبيحة هذا اليوم عن يعني تعبئة 3 ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي ستتمركز في منطقة المركز وأيضا منطقة الضفة الغربية. التخوفات في ظل قدوم الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل وأن يكون هناك العديد من منفذي العمليات الذين قد يخرجوا انتقاما سواء كان على مقتل يعني الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أو كل ما يحصل في حركة حماس على الجبهة الجنوبية. التخوفات الآن في إسرائيل بأن تكون هناك بالفعل يعني تسلل لعمليات، لذلك تقوم بتقوية الجبهة الداخلية وتحديدا 3 ألوية ستقوم بحراسة جميع المعابر مع الضفة الغربية سواء كانت في منطقة يعني وسط البلاد وحتى المنطقة الشمالية مع الضفة الغربية. نحن نعلم جيدا أنه قبل يعني التصعيد الأخير مع لبنان كانت هناك حالة من التصعيد أيضا في الضفة الغربية، وكانت هناك حملة عسكرية إسرائيلية هناك امتدت لمقارب الأسبوعين. اليوم التخوفات بأن تعود هذه من جديد، وهذه يأتي أيضا في ظل التقييدات المهمة. إسرائيل لم تعد نتحدث محمد ونقول بأننا أصبحنا في تصعيد، نحن في داخل الحرب، وهذا ما نشاهده على الشارع الإسرائيلي. مشاهد 7 من أكتوبر والثامن من أكتوبر والتاسع من أكتوبر التي كانت يعني بداية العام المنصرم، اليوم نعود ونلمسها من جديد هنا محمد. إذن هذه الترجمة الواضحة، أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميل وسام كبهة، سأعود إليك بطبيعة الحال خلال هذه التغطية، ولكن أتحول إلى ضيفي دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، مرحبا بك، وكذلك أستاذ ريف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط ينضم إلي من الجليل الأعلى. وأبدأ معك أستاذ أليف صباغ، يعني واضح هذا الغضب على عملية الاغتيال التي تعرض لها الأمين العام لحزب الله وكل هؤلاء القادة، ويعني هذه الجمل التي تدعو إلى الثأر والانتقام وما إلى ذلك. السؤال، كيف سيترجم برأيك هذا الغضب ميدانيا؟ باعتقادي من الصعب اليوم يعني معرفة كيف سيترجم. الأمور مرتبطة بعدة عوامل، مرتبطة بما هو الموقف الإيراني الجديد، مرتبطة بما هو الموقف الرسمي اللبناني، مرتبطة بما هي القوى التي ستكون بديلة للقيادات التي استشهدت في لبنان، وبموقف العالم العربي كيف سيتعامل مع القضية الفلسطينية، مرتبط بالكثير من القضايا بما في ذلك ماذا سيحدث داخل إسرائيل. يعني أنا باعتقادي أحد المتغيرات في الشارع الإسرائيلي أن القوى الفاشية في إسرائيل ستسحق قوى المعارضة الليبرالية سحقا تاما، وسوف تتوج بنيامين نتنياهو ملكا على إسرائيل، ولن يستطيع أي ليبرالي أن يتحدث بعد اليوم لا عن مخالفات ولا عن ملفات قانون قضائية ضد نتنياهو ولا عن سارة نتنياهو حتى، لأنه ربما سيقطع لسانه. الشيء الآخر، أنا أتوقع تغيرات يعني في العديد من المواقع بما في ذلك في إيران. يعني إيران ما أصدره المرشد الأعلى اليوم من بيان غير واضح معه، لا يشير إلى أفق جديد لإيران، وإنما يحاول أيضا اللعب على التوازنات داخل إيران دون أن يقول ما هو الموقف الإيراني. إذا كان موقف جديد، إن كان موقف إصلاحي باتجاه موقف بازاشكيان، وإن كان موقف محافظ يعود إلى الوراء وينقلب على الرئاسة الجديدة.
طيب أستاذ أليف، أعود معك إلى يعني نقطة أولى طرحتها في سياق تحليلك، تحدثت عن الموقف الإيراني الجديد. خامنئي قبل عدة أشهر على ما نذكر قال بعد عامين سنصلي سوية في القدس، وقصد بذلك بطبيعة الحال كل جهود محور المقاومة. السؤال، هل هذه المرحلة هي ترجمة للخذلان الإيراني لحزب الله ولجميع الألوية الأخرى التابعة لها والتي تخضع تحت لوائها؟ يعني منذ اغتيال القائد الحاج قاسم سليماني هناك بداخل قوى المقاومة أو جمهور المقاومة خيبة أمل لأن إيران لم ترد، وهذا انسحب على كل المراحل اللاحقة. هناك يعني خيبة أمل، تم ترجمة خيبة الأمل هذه أيضا في الأيام الأخيرة، وهناك عتب على الأقل دعني أقول من جمهور المقاومة حتى في لبنان. هل يعول أن تتغير خيبة الأمل هذه الآن بعد اغتيال حسن نصر الله؟ أنا لا أعول على شيء، أنا أعتقد أن الموضوع في إيران على يعني على حافة اتخاذ مواقف، إما بهذا الاتجاه وإما بذلك الاتجاه. ليس سهلا على آية الله خامنئي يعني المرشد الأعلى أن ينقلب على موقف رئيس الدولة المنتخب، لأنه منتخب، وهذا يعني انقلاب على الموقف الشعبي الذي انتخب خامنئي، الذي انتخب بازشكيان. لذلك يعني الأمور صحيح مرتبطة في موقف مجلس الأمن القومي، ولكن مجلس الأمن القومي أيضا لابد أن يحافظ على التوازنات. إذا كان هناك موقف شعبي يترجم في الشارع بأنه يريد الانتقام، ربما يستطيع القيادة العسكرية والمرشد الأعلى والمجلس الأمن القومي يتخذ قرارا بالانتقام. ولكن هذا غير مؤكد، أن هناك يعني حسب المعلومات الواردة وإن لم تكن مؤكدة كلها ولكن جزء منها مؤكد، أن بعض من القيادات الإيرانية أيضا قتلوا في هذه الغارة. لذلك طيب يعني أستاذ أليف، في ظل هذه المعطيات الصعبة على حزب الله وعلى جميع الألوية الأخرى التابعة بشكل أو بآخر لإيران، يعني يطرح السؤال الآن، هل حزب الله بعد هذه الضربات، سواء ضربة واغتيال الأمين العام لحزب الله أو عدد كبير من قيادته ميدانيا، ويعني هذا الاختراق الواضح لصفوفه الداخلية، قادر الآن على القيام مرة أخرى بعد ما حصل في بعد اغتيال موسوي على سبيل المثال؟ يعني دعني أذكر، في الماضي قتل عباس موسوي، وكان حزب الله في بداية طريقه، عين أمينا عاما يعني فاجأ الجميع بقدراته وبقدرات الحزب لاحقا، وما زال يفاجئ لغاية الآن. في الماضي أيضا تم طرد منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 82، وقيل أنه انتهت القضية الفلسطينية، انتفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشهدنا أنه أعاد منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحياة من جديد، ونحن نعلم جزء كبير من المنظمة عاد إلى الضفة الغربية وحاول أن ينتج دولة فلسطينية وقامت يعني نظام فلسطيني، وكلنا نعرف ماذا حصل في ذلك. ولكن إمكانية استنهاض وخلق قيادة جديدة هذه إمكانية دائمة، سيما وأن الحزب لا يعتمد على شخص. صحيح أنه شخصية نصر الله شخصية يعني لا تتكرر كثيرا، ولكن التربية الحزب وتربية المجتمع وإمكانية خلق قيادات جديدة هي موجودة في الحزب. ولكن أتتفق معي أن توقيت هذه الضربات مجتمعة مختلفة كل اختلاف عما كان عام 92، بمعنى الآن الحزب في السنوات والعقود الأخيرة نمى قوة أخرى، طورها، ولربما نمى علاقات أخرى مع دول ومع قوى، والآن يعني نأتي إلى مرحلة كل هذا النماء وكل هذا التطوير يضرب في أسابيع، في أشهر قليلة، ألا يكون هذا سيناريو أقصى على الحزب نفسه؟ دعني أرد بجملتين أو
تفضل. في قضيتين. اولا عام 92 كان العالم العربي كله منبطح نحو يعني نحو السلام، ما يسمى بالسلام والتسويه، وبالتالي كل من خرج ليقول لا لهذه التسوية أو كل من خرج ليقام الاحتلال الإسرائيلي كان معتبر منبوذا، ومع ذلك قام الحزب وجدد قدراته. ثانيا في موضوع الضربة، هذه الضربة جاءت في ظروف صحيح، يعني في ظروف صعبة جدا خلال فترة بسيطة، ولكن يعني يتضح للجميع أن هناك اختراق أمني غير عادي حصل في لبنان، وهذا الاختراق الأمني ليس جهود إسرائيلية فقط، هي جهود دولية بما في ذلك جهود عربية، الكل متفق على هذا. ولكن هذا الاختراق الأمني لا يمكن أن يبقى دائما، كل اختراق أمني له يعني مرحلة ويتم ويمر. لذلك إمكانية قيام الحزب من جديد ولديه كوادر كبيرة جدا هي إمكانية واردة. وهنا لابد من إشارة أنه حتى القيادات العسكرية الإسرائيلية تقول أنه ليس صحيح أنه دمرنا 50% من القدرات العسكرية، هذا كلام فاضي ما له أي واقع، ما له أي إسناد في الواقع. الحزب ما يزال اليوم يعني يعقوب عميدرور جنرال سابق ورئيس مركز أبحاث هام جدا يقول أنه ما زال الحزب قادر على القيام بعمليات عسكرية يؤذي فيها إسرائيل. من يعتقد أنه بتصفية أو باغتيال الأمين العام وحتى قيادات عسكرية وسياسية أخرى يمكن أن ينهي هذه القضية هو مخطئ، هو مخطئ. طيب، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، أستاذ ذليف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط، حدثتني من الجليل الأعلى، شكرا جزيلا لك. وبطبيعة الحال الأخبار والبيانات تصل تباعا، ويعني الحديث عن أنه في إيران هنالك إعلان للحداد أو إظهار بعض مظاهر الحداد بعد رفع العلم الأسود حدادا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كنا قد تحدثنا في وقت سابق كذلك عن بيان نعي وتنديد بعملية الاغتيال أصدرته إيران وأصدرته قبل ذلك حركة حماس. أقول مرحبا لضيفي دكتور رامير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية من القدس. مرحبا بك دكتور رامير. أهلا وسهلا. إذن دكتور مئير، يعني الأنباء الإسرائيلية التي تحدثت عن اغتيال حسن نصر الله تم تأكيدها من الحزب بعد ساعات من اتسام الحزب بالهدوء، ولكن في نهاية المطاف تم التأكيد. برأيك الآن في أي مرحلة نحن من هذه الحرب؟ أولا شكرا لكم على الاستضافة، تحياتي لكم ولكل المباركين من العالم العربي أصدقاء إسرائيل. نحن رأينا مشاهد الفرح والسعادة في شوارع سوريا والعراق، كل هؤلاء الذين هم ضحايا هذا المجرم الذي تم الاقتصاص منه بالأمس. يجب علينا أن نعرف أنه وأكثر بالمناسبة الذين قتلوا هم من الأوروبيين والإيطاليين والفرنسيين في نهايات الحرب الأهلية اللبنانية، ونحن نسمع إلى كل هؤلاء اليوم ووزيرة الخارجية الإيطالية والرئيس الفرنسي يدعون إسرائيل بعدم التصعيد. هم هؤلاء المنافقين الذين لم يدعوا حزب الله لعدم التصعيد منذ بداية أو منذ السابع من أكتوبر العدوانه السافر على المدنيين في قرى وبلدات شمال إسرائيل، وتسببت في نزوح وهجرة ما يزيد عن 120,000 مواطن. ولكن ألا توافق دكتور مئير يعني في هذه الجملة، ألا توافق بأنه ما فعلته حزب الله خلال أو ما فعله حزب الله خلال كل العام لربما لا يوازي لا يساوي ما فعلته إسرائيل في الأيام الأخيرة؟ بمعنى هذه الدعوات تأتي لأنه الظرف مختلف والأمور يعني أكثر تصعيدا وسخونة مما كان في العام المنصرم. لا 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 لا، البادي أظلم أستاذي، هؤلاء هم الذين بدأوا بالأساس. أنا أعتقد أن نحن تأخرنا كثيرا، لماذا ننتظر عام؟ حتى قبل 7 أكتوبر كان ينبغي أن يتم تصفية كل هؤلاء المجرمين. هؤلاء أطلقوا الصواريخ وكانوا يمثلون التهديد حتى بدون أن يطلقوا صواريخ على إسرائيل. هم بمعزة عن الدولة اللبنانية يطلقون الصواريخ ويهددون لديهم ترسانة إرهابية ويحارضون على قتل الإسرائيليين ومتهمون بمحاولة قتل الإسرائيليين في بلغاريا وغير وأعمال إرهابية ضد الطوائف اليهودية في العالم. وبالتالي نحن تأخرنا كثيرا.
ولكن يعني ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. لا شك في انها عملية نوعية كبيره تقربنا من السلام. انا اعتقد انه كلما ضعفت شوكه ايران في لبنان كلما اقتربنا من السلام، لان نحن في نهايه المطاف يعني لبنان عزيز على كل اسرائيلي، على كل صهيوني. نحن لا ننسى انه الدوله اللبنانيه، الجمهوريه اللبنانيه، دعمت الحركه الصهيونيه، رؤسائها ايمين ادي والفريد نقاش وبطرك البطرك عريضه، انطوان عريضه، واسقف بيروت انياس مبارك. وما ادراك من هو انياس مبارك الذي فتح طيب. الكنائس وكانوا يصلون من اجل اليهود المضطهدين في اوروبا. لبنان في قلب كل صهيوني وفي قلب كل يهودي، وخير الدين الاحدب، وليس فقط، حتى من ابناء السنه وغير والشيعه والدروز، نحن نحب لبنان في اسرائيل. لبنان لم يكن في اي من مراحل التاريخ في حرب او في مواجهه مع اسرائيل. طيب يعني تحدث نعم دكتور، جنب مع اللبنانيين عناصر خارجه عن القانون في لبنان، الجيش السوري، منظمه التحرير، ميليشيات تابعه للدول الاقليميه وحزب الله، ولكن الجيش اللبناني لم يطلق رصاصه واحده على اسرائيل ابدا. وحتى بالحرب 48، حرب استقلال اسرائيل، كان وجود رمزي بسبب ضغوطات عزام باشا والجماعه العربيه على لبنان، الضغوط التي مورست. ولكن طيب دعنا نكون في المستقبل دكتور مير، رصاصه واحده على الاجنا انذاك. طيب دعنا نكون في المستقبل وفي الحديث عن المستقبل، وحضرتك ذكرت كل ما يتعلق بشكل الشرق الاوسط ما بعد اغتيال حسن نصر الله، ويعني هذه العمليه التي يطلق عليها الترتيب الجديد. السؤال، هل مشروع أمريكا ونتنياهو هو ما سيكون الوحيد في المنطقة بعد هذه العملية؟ هو طبعا الولايات المتحدة، أنا لا أعرف بالضبط ما هو الموقف، لأنهم هم يساعدون إسرائيل. واضح أن أصابوا بالعدوى العربية الشهيرة وهو ازدواج الخطاب، هم على الهواء ينتقدون ويقولون إسرائيل تصاعد وأنهم لا يتفقون معنا، ولكن في الغرف المغلقة يساعدوننا ويعطوا ويمدون بالسلاح وبالمال وهذه القنابل بالمناسبة التي استخدمت في هذه العمليات النوعية، هي قنابل أمريكية، والولايات المتحدة ترددت كثيرا قبل أن تعطيها لإسرائيل في قبل أسابيع فقط. لذلك هناك حد كبير، لا أريد أن أكون حد أدنى بل حد أقصى، من التنسيق والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة حتى فيما يتعلق بالملف اللبناني. ولكن نحن نستغرب من التصريحات التي تأتي من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية الأمريكية، لا يعني ليست على مستوى الحدث. ولكن في نهاية المطاف أنا أقول أنه أهم شيء في هذه العمليات أو في هذه العملية العسكرية هو عنوانها، هو الاسم، نظام جديد لا رد المزلزل والتوازن الرعب وقواعد الاشتباك وموازين الردع، كل هذه العبارات والكلمات يجب أن تحذف من القواميس. يعني كصحفيين وكإعلاميين أنا أطلب منكم تحذفوا كل هذا، لأنه نحن اليوم قادمون على نظام جديد بكل معنى الكلمه. ولكن ألن يخلق هذا دكتور مئير النظام الجديد والترتيب الجديد لربما حاله اخرى من الاحتقان، من الغضب لدى الجانب الاخر الذي يعني انهك وفق المعطيات، وفق كل ما نرى انهك حزب الله في الضربات الاخيره، وهذا يعيدنا، وانت حضرتك يعني قبل قليل تحدثت عن الماضي، يعيدنا الى ما كان بعد عام 92 واغتيال موسى. هل برأيك هذه الضربة لحزب الله ستجعله ينتهي، يختفي؟ هذا هو المطلوب، ليس إنهاكه وإنما القضاء عليه. بالعام 92 وبالعام 82 وبعد ذلك الوضع كان يختلف تماما. لماذا؟ لأنه كان لبنان محتل تحت الاحتلال السوري المباشر، وكان الحاكم أمر الله في لبنان هو حافظ الأسد. اليوم الوضع اختلف تماما وأصبح النظام السوري أضعف من حتى من حزب الله، وحزب الله هو الذي ذهب لمؤازرته. ولذلك أنت أستاذ محمد بالمناسبة قلت أنه اليوم حزب الله نمى علاقات وقدرات لم تكن لديه في السابق، ولكن أنا أريد أن أضيف على هذا أنه نمى عداوات ولا نحن رأينا كيف أنه أثبت أن قتل من العرب أضعاف ما قتل من الإسرائيليين، وتآمر على شعب اليمن وقتل العراقيين وذبح الشعب السوري، وأنتم ترون مشاهد السعادة حتى في اليمن بمناسبة، في اليمن الشرعي رأينا كذلك كيف أنه عدد من الساسة هناك والمسؤولين
باركوا العمل. بعد كل هذا، بعد كل هذا هناك خشية من إيران التي يعني هي جزء من هذه الحرب ولكن ليس بشكل رسمي، ليس على السطح الآن. ما بعد حسن نصر الله وهذه المرحلة سيكون شكل إيران مختلف في الآونة القريبة برأيك تجاه إسرائيل؟ أعتقد أنه هو إضعاف شوكة إيران وين بدأت فيه من قطاع غزة ومن خلال دحر دواعش حماس. اليوم طبعا حزب الله هو المعقل الأساسي لإيران في المنطقة، يعني لا يوازيه ربما حتى في العراق. القوة الإيرانية ليست بهذا الشكل لأنه بسبب طبعا ضعف المنظومة وتراحل المنظومة السياسية في لبنان وضعف الجيش اللبناني واختراقه. لكن الواقع نحن نريد اليوم وضع جديد، وبالتالي هناك أوائل بيئة حاضنة في لبنان، حاضنة لإسرائيل، لدى إسرائيل أصدقاء. وطبعا بطبيعة الحال كل هذه العمليات من البيبس حتى وأجهزة الاتصالات وكل هذه العمليات النوعية هي لم تكن لتنجح بدون أن يكون هناك قدر كبير من انغماس المجتمع اللبناني في التعاون والتنسيق مع إسرائيل، لا شك في ذلك. والقادم أعظم، القادم أعظم، وكل يوم وبعد تصفية هذا الهالك عمليات كبيرة حدثت اليوم، عشرات الغارات في لبنان ومواقع استراتيجية وحدثت في كل مكان. وبالتالي أستاذي الكريم أنا أعول كثيرا على من؟ على الشعب اللبناني، الأصدقاء اللبناني، هذا الشعب الذي حينما امتلك إرادته طرد السوريين وفي عز قوة بشار الأسد. وصلت الفكرة. نعم دكتور مير، وصلت الفكرة. أريد أن أشكرك، أريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور مير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أتحول إلى ضيفي الأستاذ محمود دياب الإعلامي الفلسطيني، ينضم إلي من الخليل. مرحبا بك أستاذ محمود. إذن مرحلة جديدة تحدثت عنها إسرائيل من هذه الحرب. السؤال، ما هي الإرهاصات، التبعات، الإسقاطات لربما المتوقعة على كل ما يحدث سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية برأيك؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولكافة مشاهديكم. يعني للأسف هذه الأحداث الأخيرة كانت كالصاعقة بلا شك على القضية الفلسطينية أولا وعلى الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة بأكملها. ولكن يعني صديقي، الحديث عن عمليات اغتيال لقادة في المقاومة سواء في لبنان أو في قطاع غزة، هذا أمر يعني معتاد منذ البدايات. الحديث عن اغتيال والإعلام بشكل رسمي اليوم عن اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو يعني صدمة كبيرة للمقاومة، ولكن بلا شك ليست النهاية. هذه هي يعني هذا هو مصير قادة المقاومة منذ يعني البدايات. ولكن أعتقد بأن المرحلة القادمة ستكون يعني أكثر تعقيد بعد غياب رجل كان يقود هذا المحور في هذه المنطقة، أقصد في محيط الأراضي الفلسطينية، وبالتالي ستتعقد الأمور يعني، وهذا سيشكل عقبة جديدة أمام الإسرائيليين. عقبة جديدة أمام الإسرائيليين، ولكن عقبة ربما تكون أقصى كذلك أمام جهود إنهاء هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية المرجوة وما إلى ذلك. أين السلطة الفلسطينية من كل هذا برأيك، بعدما استمعنا إلى كذلك خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين، تحدث فيها بشكل مباشر عن مجمل هذه التطورات وندد بإسرائيل، قال نعترف بها لا تعترف بنا. إلى أي مدى يعني السلطة الفلسطينية شريكة في كل هذا ولها الكلمة والتأثير؟ يعني بصراحة واضح أن السلطة الفلسطينية، وهذا ليس يعني السؤال المفترض أن يوجه للعالم وللأمم المتحدة ولمجلس الأمن ولدولة إسرائيل. الرئيس الفلسطيني يعني تحدث بكل يعني صراحة وبشفافية وبأقل من يعني المطلوب في خطاب الأمم المتحدة. السؤال يوجه لإسرائيل، إذا كانت إسرائيل فعلا تسعى إلى السلام في الشرق الأوسط وإلى الهدوء في المنطقة،
فيجب أن تقدم ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة مع الفلسطينيين وبالتحديد مع السلطة الفلسطينية والتي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية. على ما يبدو أن إسرائيل غير معنية بكل هذا الأمر، وهي تذهب إلى تأجيج الصراع في الشرق الأوسط. كلما هدأت المنطقة بدأت بصراعات جديدة. السلطة الفلسطينية تحدثت يعني بشكل يعني بسيط جدا ومتواضع، أنا أقول بأنه أقل من متواضع، في الحديث عن العودة إلى الاتفاقيات السابقة. واضح أن إسرائيل منذ عام 92 وبعد اتفاقية أوسلو التي يعني كان من المفترض أن تنتهي بدولة فلسطينية، لم تحصل السلطة الفلسطينية على شيء مما تم الاتفاق عليه في تلك الاتفاقية. وبالتالي يعني بعد 30 عام من هذه الاتفاقية، كان من المفترض من السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الأخير في الأمم المتحدة أن يدعو العالم فورا لوقف هذه المهزلة، وأن يكون هناك تهديد واضح للإسرائيليين وللعالم بأنه لا يمكن أن تكون هذه السلطة بلا سلطة، وأن تكون السلطة هي مجرد أداة اقتصادية بيد الإسرائيليين. وبرأيك هذه التطورات الأخيرة تبعد هذه الرؤية أو هذا الهدف الفلسطيني الموضوع منذ البداية؟ يعني بكلمات أخرى، في بداية هذه الحرب لربما عولت بعض الأوساط الفلسطينية وحتى الإسرائيلية المعتدلة بأنه لربما حرب من هذا القبيل رغم مآسيها في بدايتها في منتصفها، سواء ما حدث في إسرائيل أو ما حدث ويحدث في قطاع غزة، قد تفضي في نهاية المطاف إلى أمر آخر مختلف وهزة نوعية في شكل تعاطي العالم مع شكل الدولة الفلسطينية. برأيك الآن نحن أمام مرحلة مختلفة مغايرة كما أفهم من حضرتك أستاذ محمود دياب؟ يعني لا شك بأنه المرحلة صعبة ومعقدة جدا، وبعد الأحداث الأخيرة في لبنان وبالتحديد استهداف بيروت واغتيال قيادات كبرى في لبنان من المقاومة، ستخلق يعني نوع من الفراغ في العمل السياسي بشكل خاص، خاصة فيما يتعلق بالحدود الفلسطينية والدول المجاورة العربية أقصد. وبالتالي نحن أمام يعني عقبات وليست عقبة واحدة. لبنان الآن ستدخل في صراعات سياسية ربما بعد اغتيال هذا القائد، وأيضا ستكون هنالك فوضى يعني ليس فقط في إسرائيل وإنما أيضا في المنطقة بأكملها، وخاصة أن الدور الإيراني سيكون أكبر بعد هذا الحدث. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الإعلامي الفلسطيني أستاذ محمود دياب، حدثتني من الخليل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نعود إلى الميدان وإلى زميل سعيد محاجني الذي ينضم إلي الآن. وسعيد، نسألك عن أنباء بدأت ترشح من العاصمة اللبنانية بيروت حول تنصيب مؤقت لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كأمين عام مؤقت، هل من أنباء واضحة في هذا السياق؟ نعم محمد، يعني حتى الآن أنباء متضاربة حول تعيين نعيم قاسم نائب الأمين العام للسيد حسن نصر الله أو الشخصية الثانية هاشم صفي الدين. بعض المصادر تحدثت أن هذين الشخصين هما المرشحان الأقوى في الحزب لاستلام أوراق الأمين العام لحزب الله وإدارة واستكمال المعركة ضد إسرائيل. بعض المصادر تحدثت أن حزب الله قد يعلن قريب تعيين هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصر الله، وبالفعل هو بدأ حقيقة يتولى زمام الأمور، وحزب الله حقيقة يخطط بحسب بعض المصادر اللبنانية لاستهداف مدن واسعة جدا خلال الساعات المقبلة، ومنها منطقة جوجدان على ما يبدو أن بعض هذه المعلومات تسربت ووصلت إلى الجيش طيب الإسرائيلي. سعيد، قبل الاستمرار بالحديث عن صفي الدين وعن قاسم، الآن نشاهد صورا مباشرة من الضاحية الجنوبية في بيروت، ويعني كمية كبيرة من الدخان تغطي مساحات وأحياء واسعة في الضاحية الجنوبية. هل من أنباء عن غارات جديدة سعيد في الضاحية الجنوبية؟
نعم، الحديث الأول يدور عن غارة جديدة في هذه اللحظات على الضاحية الجنوبية، جاري متابعة أين بالضبط استهدفت هذه الغارة، ولكن نتحدث عن تجدد الغارات في هذه اللحظات على الضاحية الجنوبية. طبعا حقيقة محمد القصف لم يتوقف في أنحاء متفرقة من لبنان، يعني صحيح. لو تحدثنا أنه قبل ساعة أو ساعتين من الآن عملية اغتيال جديدة، ولكن لم يعرف حتى اللحظة من هي الشخصية المستهدفة. نتحدث عن استهداف نحو مركبة كانت تسير على الطريق العام في زحلي في شمال شرق لبنان، وأيضا اغتيال آخر بالقرب من بعلبك، نتحدث عن عمق البقاع. أيضا هناك أغارة سلاح الجو الإسرائيلي على سيارة، على ما يبدو أربعة أشخاص كانوا داخل هذه المركبة اغتيلوا جميعا، نتحدث عن أربعة جثامين محترقة تم انتشالها من هذه المركبات. نتحدث عن مناطق واسعة حقيقة شن عليها الجيش الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم غارات موسعة خلال الساعة الأخيرة، نتحدث عن أكثر من 20 منطقة، نتحدث عن معركة دبعال، زبقين، برعشيت، أيضا المساكن برج الشمالي، زوطر، وأيضا حبوش، مناطق واسعة حقيقة في جوار مدينة صور وأيضا مدينة صيدا، بالإضافة إلى مناطق في شرق العاصمة اللبنانية بيروت وأيضا العمق اللبناني، بالإضافة إلى أننا نتحدث عن سلسلة من الغارات استهدفت منطقة الهرمل وأيضا الحدود المتاخمة بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد كبير من السيارات التي تم استهدافها حتى ولو كانت مركونة على جانب السيارة على جانب الطريق أيضا تم استهدافها. يعني نلاحظ خلال الساعات الأخيرة تجدد وأيضا كثافة كبيرة بالاستهدافات الإسرائيلية، ولكن مع هذا حزب الله حتى اللحظة تبنى 8 عمليات منذ صباح هذا اليوم. الأولى تبناها نحو مدينة صفد حينما أطلق رشقة صاروخية باتجاه هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى استهداف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة حيفا بصواريخ فادي واحد. إذن يعني تراشق متبادل وتبادل في تراشق هذه الصواريخ من سواء من إسرائيل مطلقة نحو لبنان أو من لبنان نحو إسرائيل. فقط معلومة هنا قبل قليل. نعم سعيد. لو سمحت لي محمد، بحسب مصادر لبنانية خاصة وصلت قبل قليل إلى جانب حسن نصر الله، على ما يبدو أنه تم اغتيال وفيق صفا، علي كركي، عبد الله العباس، وأيضا علاء السيد وحسن الحسن. نتحدث عن قادة كبار في حزب الله، ولكن على ما يبدو أن حزب الله سيعلن عنهم خلال ربما إما الدقائق المقبلة أو الساعات المقبلة. نعم سعيد محاجني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وكما ذكر سعيد يعني الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في عدد من البلدات اللبنانية، وكذلك نشاهد هذه الصور لغارات تجددت في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالمقابل هدوء لربما يمكن القول منذ ساعة تقريبا من الآن، لم تطلق صفارات الإنذار في إسرائيل. نتحول في هذا السياق وسياقات أخرى إلى زميل أدهم حبيب الله مرة أخرى. مرحبا بك أدهم. إذن أدهم، يعني كما ذكرنا هدوء حذر يمكن القول في خلال الساعة الأخيرة، في المقابل لا هدوء في كمية التصريحات وتدافع التصريحات من قبل المستوى الأمني العسكري والسياسي الإسرائيلي بعد تأكيد نجاح عملية الاغتيال. نعم، دعنا نبدأ بالتصريحات، لأن التصريحات على مستوى القادة السياسيين والأمنيين في إسرائيل، عملية الاغتيال هامة جدا على المستوى النفسي، على المستوى الاستحقاقي، على المستوى أيضا ميزان الردع. ويمكن قراءة ذلك بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال قبل قليل بأن عملية اغتيال حسن نصر الله هي رسالة واضحة لكل الشرق الأوسط، بمعنى هو يقول بأن إسرائيل قادرة للوصول إلى أي مكان ولكل مكان، إن كان ذلك في سوريا، في العراق، في اليمن وعدة مواقع أخرى، رسالة يعني واضحة لكل التهديدات التي تواجهها إسرائيل، إن كان ذلك من جماعة أنصار الله الحوثية، إن كان ذلك في العراق من حزب الله العراقي وعدد أيضا من الفصائل الداعمة لما يسمى جبهة الإسناد هناك، بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني كل من يعمل في داخل سوريا في إطار ما يسمى محور المقاومة. لربما الرسالة الثانية هي لإيران وأيضا أذرع إيران، وبالإضافة إلى ذلك الشخصيات الإيرانية، إن كان ذلك حتى المرشد الإيراني الأعلى. هذه هي رسالة جالانت في المقام الأول. الحديث الثاني الذي أشار إليه جالانت
بأن الحساب المفتوح مع حزب الله أغلق من خلال عملية الاستهداف التي حصلت مع حسن نصر الله. قال أيضا يوآف جالانت بتصريحاته بأن هذه العملية هي من أهم عمليات الاغتيال التي حصلت في تاريخ إسرائيل. وإذا ما نظرنا إلى أهمية هذه العملية يمكن القول بأن هذه العملية جاءت بعد إخفاق كبير جدا للجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وأيضا فشل إسرائيل في كل العمليات وما حصل منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة على المستوى الاستخباراتي، على المستوى العملياتي، على مستوى أيضا جهوزية الجيش. إسرائيل تحاول من إعطاء أهمية كبرى لهذه العملية من أجل إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، إعادة رسم صورة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط من خلال يعني إعادة ميزان الردع وأيضا ميزان القوة لها بعد أن تضعضع في 7 أكتوبر وأيضا خلال هذا العام. لذلك نحن نتحدث أو كما تحدث يوآف جالانت عن أهمية هذه العملية. كما ذكرت على المستوى الميداني هناك هدوء حذر في المناطق الشمالية، لربما هذا الهدوء يعني مرتبط أولا بالبيان الذي صدر عن حزب الله بإعلانه الرسمي عن اغتيال القيادي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إعادة ترتيب الأوراق وربما أيضا قضية الحداد، إلى جانب أيضا الإعلان الرسمي لربما قد يكون خلال الساعات أو الأيام القريبة عن الأمين العام القادم لحزب الله. على ما يبدو بأن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار وأيضا على محمل الجد قضية اختيار أمين عام جديد في حزب الله، تبعات ذلك أيضا لاسيما أن مسألة الاختراقات الأمنية وحديث أيضا القيادات الأمنية الإسرائيلية خلال هذا اليوم بأن العمليات لم تنتهي، الخطط لم تنتهي، لربما الحزب يعاني من اختراقات وعليه لربما قد يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التفاصيل، إلى جانب أيضا عملية الاختيار القادمة. هناك تأهب كبير جدا في الجبهة الشمالية، وتحديدا نحن نتحدث عن عدة مواقع مناطق، وأيضا يعني هذا الاستنفار جاء بعد الإعلان الرسمي من قبل حزب الله والاعتراف بعملية وحالة الاستنفار والتأهب. هذه كذلك انعكست بكل ما يتعلق بكلمة المتحدث العسكري بالجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن تعليمات جديدة متعلقة هذه المرة بمركز البلاد. أريد أن أشكرك أدهم حبيب الله، سنعود إليك ونعود إلى السادة المشاهدين بعد دقائق قليلة من الفاصل. نعود إليكم في هذه التغطية، كونوا بالقربة.